القبر حياة، ولا شك أن أحدنا سيبقى في قبره أكثر من بقائه في هذه الدار، في هذه الدنيا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أمارات الساعة ولم يأتي شيء من الأمارات الكبيرة، ما جاء شيء إلى الآن، فلا نزال في الأمارات الصغيرة أو التي يقول بعض العلماء إنها المتوسطة. وأما الأمارات التي ذكرها مثل الدجال ومثل طلوع الشمس من مغربها، مثل الدابة وغيرها من الأمور التي ذكرها، وهي من الدين الذي يجب أن نعرفه. ولهذا سأله جبريل عن ذلك لما قال إنه هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، من ضمنها أنه قال متى الساعة إلى آخر سؤاله، بمعنى ذلك أن هذا أيضا يجب أن نعرفه، ولكن نقول لم يأتي شيء منها إلى الآن. الدنيا حياة باقي فيها وقت طويل، وعمر الإنسان قصير ينتهي، فلا شك أنه سيبقى في القبور أكثر من البقاء في الدنيا. فهل عمرنا القبور؟ عمرناها للاستعداد فيها؟ هو منزل يبقى فيها الإنسان وقتا حيا، كما جاءت الحديث توضح ذلك وتبينه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا من الأمور التي يجب أن نعلمها ونعمل بها إلا وضحها وجلاها، فعلم من علم وجهل من جهل. ولكن هذه من الأمور التي يتعين علمها، لأن العبد مسؤول عن هذا وهي من مهماته، فمن أين جاء وما هي مهمته وإلى أين يذهب وما هي نهايته؟ هذه هي الأسئلة هي التي يجب أن تكون في على بال الإنسان دائما، باله دائما يسأل عنها ويعرف، والجواب فيها قريب جدا يعرفه في كتاب الله جل وعلا.